الو الزراعيه مباشر. حد يسمعني؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعاون. عايز محدش يعاقب. الزراعية مباشرة مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاصيل اللي بتحتل فعلا مكانة متقدمة أو مهمة البطاطس، لأن هي من المحاصيل الغذائية اللي كثير من دول العالم بيهتم بيها وبيعتمد عليها من القيمة الغذائية أو من توفيرها للشعوب، وهي بتعتبر البديل الأول لمحاصيل الحبوب في حل مشكلة الغذاء. في مصر بيعتبر محصول بطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية، وبيزرع منه سنويا حوالي 200 ألف فدان. في الحقيقة ال 200 ألف فدان دي بتعطي إنتاجية كلية بتقدر بحوالي 2 مليون طن. 2 مليون طن موزعين على العروات الثلاثة، الصيفية والنيلية والمحيرة. بتحتل البطاطس في مصر مركز الصدارة بالنسبة لمحاصيل الخضر التصديرية، لأن احنا عندنا سنويا بيتم تصدير كمية بتقدر بحوالي مئات الآلاف من الأطنان. بيتم تصديرها لأسواق المملكة المتحدة وبعض دول غرب أوروبا وأيضا الدول العربية. البطاطس فعلا بتدر دخل جيد من العملات، وبترجع الزيادة الكبيرة في إنتاجية البطاطس اللي بيتم أيضا إن احنا بنصدرها سنويا للأسواق العالمية لجهود جميع العاملين في هذا المجال، يا إما منتجين أو مصدرين، وأيضا جهود الأجهزة البحثية والإرشادية والتنفيذية بوزارة الزراعة، لأن في عمل على إدخال عدد من أصناف البطاطس الجديدة. وإيه العائد إن أنا أدخل الأصناف دي؟ إن هي تديني إنتاجية مرتفعة. الإنتاجية دي في ظل الظروف البيئية المصرية، وأيضا مواصفاتها يجب أن هي تتلائم مع رغبات الأسواق الخارجية، لأن أنا بصدر وبالتالي أنا عاوز أزرع في المواصفات البيئية اللي موجودة عندي في مصر، وفي أيضا مواصفات تصديرية. الناس دي قبل ما بتستورد من عندي بتقول لي على اشتراطاتها. جهود العاملين في المجال تصدير البطاطس وفي إدخال أسواق جديدة دي يعني على مدار العام لا تنتهي. السنوات الأخيرة أمكن أن يكون في تطوير في تكنولوجيا تصنيع البطاطس في مصر وفي طرق تجهيزها وحفظها بدرجة كبيرة، ده أدى إلى إطالة فترة الاستفادة منها وإلى تنويعها أيضا. يعني أنا عندي أصناف كتير وعندي رغبات للمستهلكين، أقدر أن أنا أوفر لهم رغباتهم من خلال إدخال العديد من أصناف البطاطس ذات المواصفات التصنيعية. الأمر ده أدى لزيادة معدل استهلاك الفرد في مصر سواء من البطاطس الطازجة أو المصنعة، وده بفضل التوعية المستمرة لتغيير النمط الغذائي للأفراد. جانب مهم جدا لازم نتكلم عنه هو الفلاح المصري. الفلاح في ظل التنافس ما بين المحاصيل وفي ظل المشاكل اللي بتقابله في تسويق بعض محاصيله بيدور دايما على الربحية، بيحاول ان هو يجتهد يزود من دخل. ده بيؤدي فعلا لارتفاع في بعض في انتاجية بعض المحاصيل الزراعية او الحاصلات الزراعية ونجاح الفلاح فيها، لان هو شاف نماذج قدرت تزرع وتسوق حققت هامش ربح، وبالتالي نفسه ان هو يحقق هامش الربح ده. ده بنشوفه بيتحقق في البطاطس، بنشوف بعض المزارعين بيدخل الى هذه المنظومة، لكن هناك بعض الاحتياجات في هذا التوقيت. مصر او في الاراضي الزراعية المصرية في عدد كبير جدا من محطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، واللي منها البطاطس. عايزين نتوسع في بعض الأماكن، في أماكن فيها زراعات محتاجة هذه المحطات. أيضا عايزين نتكلم على زراعة تعاقدية بالنسبة لمحصول بطاطس. أنا بدخل وبستورد من الخارج تقاوي بطاطس، هل الكميات المنتجة من الكميات الضخمة اللي دخلت السوق المصرية في النهاية كلها بيتم تسويقها، ولا عندي جانب بيعاني من مشاكل في التسويق؟ أسئلة كتيرة جدا هنطرحها النهاردة، نحاول نلاقي حلول مع المسؤولين علشان نشوف كيف يمكن لهذا القطاع أن يستقر، كيف يمكن للفلاح المصري أن يستفيد ماديا في هذه الفترة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.